يا صباح الفل على حضراتكم، يا رب يوم سعيد عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم ان شاء الله. حلقه جديده من بي اون تايم على اون تايم سبورتس. النهارده مقدمه تاريخيه، مقدمه اسطوريه، مقدمه ناريه، كل العناوين اللي انت بتحبها على السوشيال ميديا، بس هي ملهاش علاقه بالسوشيال ميديا، هي ليها علاقه ان النهارده انا محظوظ زي ما ناس كتيره محظوظه في الشغلانه بتاعتنا، في الميديا، في الكوره، في كل حاجه، انهم طالعين يتكلموا على ماتش الاهلي وبايرن ميونخ. الاهلي بطل افريقيا وبطل مصر، بيلاعب اعظم فريق في القاره الاوروبيه وفي العالم. النهارده انا محظوظ بمقدمه تاريخيه عشان التاريخ اللي بيعمله النادي الاهلي، مش انا هقول كلام تاريخي، عشان انا بتكلم في التاريخ العظيم اللي عمله النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. هتقول لي يا راجل ده الاهلي امبارح لعب ماتش وحش قوي، ما بيهاجمش قدام بايرن ميونخ، وبايرن ميونخ كسب 2-0 ومفيش ركنيه واحده حتى للنادي الاهلي. يا جماعه يا جماعه، الاحلام كلنا بنحب الاحلام السعيده، كلنا بنستمتع بالاحلام السعيده. كم مره حضرتك حلم سعيد اتحقق لك؟ كم مره في حياتك؟ يعني كم مره نمت بالليل حلمت حلم حلو صحيت لقيته حقيقه؟ دي بتحصل نوادر، دي بتحصل استثناءات، لكن الطبيعي الحلم يفضل حلم، الحلم الحلو يفضل حلم. احنا حلمنا ان الاهلي يكسب بايرن ميونخ، احنا حلمنا ان الاهلي يعمل مباراه كبيره قدام بايرن ميونخ، بس هو في حقيقه الامر محدش يعرف يلعب مباراه كبيره قدام بايرن ميونخ في اي فريق في العالم. وبصراحه شديده في ناس كتير قوي اتكلمت امبارح، بس يعني كنا شدينا شويه، يعني كنا لعبنا شويه، ضيعنا كام كوره. كل الفرق اللي لعبت مباريات مفتوحه مع بايرن ميونخ على مدار السنتين اللي فاتوا اتغلبوا على الاقل 4-0، على الاقل 4-0. مش هفضل اقول لكم قصه برشلونه، عشان برشلونه كانت حدث من الاحداث اللي حصلت السنه اللي فاتت، يعني في تشيلسي وفي انديه في المانيا وفي انديه في اوروبا كلهم عانوا قدام بايرن ميونخ. كل اللي اتجرأ ولعب قدام بايرن ميونخ مباراه مفتوحه اتغلب باربعه وانت طالع. يعني لما تتغلب 2-0 كبطل افريقيا قدام بطل اوروبا وافضل فريق في العالم، دي نتيجه العالم كله هيبص لها. واقول لكم الاخبار اللي طالعه من الصحف العالميه بشكل محترم، ما قالوش ان الاهلي فريق صغير. لاعبي بايرن والجهاز الفني واداره بايرن طالعين بيتكلموا على فريق كبير ومباراه كبيره امام النادي الاهلي. امبارح الاهلي كان واقف على رجله، خد بالك من الجمله دي، كان واقف على رجله، ما كانش شكله وحش، ما كانش شكله مهين. كنا محتاجين نشم ريحه الهجمات الخطيره، بس ده الواقع يا جماعه. في فرق كبير جدا في كواليتي اللاعبين، احنا فاهمين ده كويس وحضرتك فاهم ده كويس. بلاش نفضل كل شويه نقول هو احنا ليه وحشين، هم ليه احسن مننا. دي حاجات كتير قوي هتكلم مع حضراتكم فيها بصراحه. يعني احنا في مصر هنا بنضحك على نفسنا بقالنا فتره في اسعار اللاعبين. يقول لك اللاعب ده ب 40 مليون و50 مليون و60 مليون و100 مليون و150 مليون. اسعار لاعبينا اللي بقت عامله زي اسعار اللاعبين في القاره الاوروبيه، ده ما يقولش ابدا ان احنا لعيبتنا زي اللعيبه اللي موجوده في القاره الاوروبيه، لا ده لا ده مش موجود. احنا بس هنا في شويه فساد، في شويه كيد، في شويه امور جماهيريه هي اللي خلينا ندفع في اللاعبين الارقام ديت، لكن في حقيقه الامر اللاعبين بتوعنا مش زي اللاعبين اللي موجودين في اوروبا. المنافسه مختلفه، وهديك مثال. امبارح الهدفين اللي دخلوا في النادي الاهلي، الهدف الاول طبعا الهدفين من افضل مهاجم في العالم روبرت ليفاندوفسكي، مفهومه يعني. بس في الهدفين في ثلاث تمريرات او اربع تمريرات في الهدف الاول جوه منطقه الجزاء. تفتكر النادي الاهلي وسط منافسينه محليا وافريقيا واجه منافس يقدر يعمل ثلاث واربع لمسات قصيره جوه منطقه الجزاء وسط كثافه عدديه كبيره؟ قابل ده قبل كده؟ ما انت كل ما بتروح للاعب عشان انت فاكره ان هو اللي هيشوط خلاص وهو اللي هينهي الهجمه تلاقيه بيبصيها للاعب تاني. الكلام ده لعيبه النادي الاهلي ما شافتهوش قبل كده، لا في منافس محلي ولا في منافس افريقي، ده مش موجود، احنا بنشوفه لاول مره. الهدف الثاني الناس تغلط الشناوي وبدر بنون، بالمناسبه نظريا الكرة دي خطا من الشناوي وبدر بنون، لو اللي كان واقف في الجون كورتوا وسيرجيو راموس والمباراه دي قدام ريال مدريد، لكن هو في حقيقه الامر ان ده الشناوي ولا بدر بنون يتوقع او فكر او شاف قبل كده ان سانيه هيدي الاوفر والعرضيه بالطريقه دي لفاندوفسكي اللي كان واقف واقفه برضه مش طبيعيه ما بتشوفهاش عندنا. كل الامور دي ليها علاقه بشكل المنافسه، بشكل التجربه. انت مش هتقدر تلعب مع منافس اوروبي وتكسبه،
اصلا مفيش فريق اوروبي خسر في نصف نهائي كاس العالم للانديه، دي ما بتحصلش. فانت مستني ايه؟ ايه اللي انت كنت امبارح مستنيه من النادي الاهلي؟ ايه اللي انت كنت امبارح مستني تشوفه من النادي الاهلي؟ بصراحه الاهلي امبارح شرفنا جدا ككره مصريه انه كان واقف على رجله. انا كنت متصور ان اي هجمه لبايرن ميونخ هتبقى جون. انا كنت متصور، ما اكذبش عليكم بقى، ده الكلام اللي ما كانش ينفع نقوله قبل المباراه، ان الاهلي طبيعي يخسر 7 و8 و9 زيه زي برشلونه، واكيد هو الاهلي مش برشلونه، يعني ممكن يتغلب اكتر من كده كمان. كون الاهلي بيخسر 2 بس وما كانش فيه هجمات كتيره لبايرن ميونخ على المرمى، استحواذ طبعا لبايرن ميونخ، ده كان كلام منطقي وطبيعي جدا. نقطه كمان في غايه الاهميه، الاهلي دلوقتي اشترى مجموعه من اللاعبين المميزين عشان يقدر يفوز بدوري الابطال، دوري ابطال افريقيا، وحصل. هل اللاعبين دول يقدروا ينافسوا في كاس العالم للانديه؟ يقدروا يكسبوا بطوله عالميه؟ يقدروا ينافسوا في فرق اوروبيه؟ الاهلي لو بيفكر في السنه الجديده او السنه اللي جايه، هو المفروض ما يفكرش بس اللاعبين او مجموعه اللاعبين اللي تفوز بدوري الابطال، هو لازم يفكر في اللاعبين اللي يقدروا ينافسوا على كاس العالم للانديه. هل كواليتي اللاعبين اللي موجود في النادي الاهلي دوت معناه ان هو سيء؟ لا طبعا مش سيء، ولا ما كانش فاز بدوري الابطال وبيقدم الاداء الرائع جدا في الدوري او في البطولات المحليه، بس ده حدوده، خلونا منطقيين، ده الحدود اللي ممكن يشتغل عليها. لو انت عايز ليفل اعلى، لو انت عايز مستوى اعلى، فانت محتاج تخش تفتح سوقك وفلوسك بشكل افضل مع لاعبين اخرين. هنا هنروح لنقطه ثانيه في منتهى الاهميه، انا بالنسبه لي رايي فيها مختلف عن اراء العديد من الناس، ما تستغربنيش، وهفضل اعيد في القصه دي اكتر من مره عشان مقتنع ان احنا هنوصلها، لو ما وصلناش النهارده ممكن نوصلها بكره، وهو انك تفتح الباب للمحترفين، تفتح باب تجيب بيه محترفين، وتفتح باب انك تصدر محترفيك او تصدر لاعبيك. هنا هيبدا السوق المصري يختلف، بتكلم على سوق الكوره في مصر يختلف. هيختلف ليه؟ اولا انت تقدر تجيب ساعتها لاعبين بكواليتي محترم جدا، سواء افارقه او اوروبيين او لعيبه من امريكا الجنوبيه، فساعتها تقدر تنافس على المستويات اللي احنا شايفينها ديت. من ناحيه ثانيه هتقدر تصدر لاعبيك المصريين لدوريات عالميه، وتقدر تستعدهم مره اخرى بعد ما يكتسبوا خبرات عالميه ويلعبوا في الفرق في مصر. هنا هتزود كواليتي بشكل رائع جدا، ومحدش يقول لي اصل المنتخب هيتاثر، مفيش الكلام ده. كل الفرق او كل المنتخبات الكبيره في العالم اللي بتصدر لاعبين بيعرفوا يشتغلوا كويس، بيعرفوا يطلعوا لعيبه كويس، واللعيبه اللي انت بتطلعها بره دي هي اللي بتبقى قوام المنتخب، واللعيبه اللي انت بتجيبها من بره تحطها في الدوري بتاعك بتقوي المنافسه، بتخلي المنافسه محترمه، بتعلي من كواليتي اللاعبين. هو ده الحاجه اللي احنا المفروض نتكلم عنها. لكن هتقعد تقول لي لا اصل الجيل ده مش زي الجيل بتاع بركات وجمعه ومتعب وابو تريكه والكلام اللطيف اللي انت طول الوقت بتردده بتوقع اللعيبه الحاليين. لا لا، ده اصل العالم كله كواليتي اللاعبين بيقل، كله طبعا حسب القاره بتاعته، حسب دوري ايه، بس الكواليتي مش زي زمان. فالحل في رايي، وهفضل اقوله كل شويه، انك تخلي الدوري بتاعك حقيقي دوري قوي. لو فضلنا نشتغل بينا وبين بعض كده على اللاعبين المحليين، اوكي هنكسب دوري وهنكسب افريقيا، بس لا منتخبنا هيروح في حته بعيده عالميا، ولا انديتنا هتروح في حته بعيده عالميا، ونبقى واقعيين ونبقى فاهمين احنا فين. عشان بصراحه شديده، لا انت عندك ميسي ولا عندك كريستيانو رونالدو ولا عندك مانويل نوير، والكلام بتاع اللي هو ايه اللعيب الفلاني دوت احسن من ميسي، واللعيب الفلاني ده احسن من كريستيانو مش عارف في ايه، وانا عندي لعيب في فريقي ده شبه ميسي وده حارس شبه مانويل نوير. الكلام ده كلام فارغ يا جماعه، الكلام ده بنضحك بيه على بعض، الكلام ده نبيع بيه مع بعض. بس هو في حقيقه الامر لا احنا عندنا ده ولا ده ولا ده، واحنا عارفين امكانيات لاعبينا كويس، بنحترمهم ونقول لعيبه عظيمه، ولكن احنا فاهمين المستوى اللي نقدر نلعب بيه. وبمناسبه كواليتي اللعيبه، موضوع الترند بتاع اللي هو ايه، في لعيب سيء ونجيبه الارض، وفي لعيب عظيم او يعني لعيب عادي ونخليه عظيم، ده بقى موضوع بايخ بصراحه، وموضوع جماهيري مش ذكي، يعني انا بس بحاول اختار الالفاظ مش ذكي. والمفروض ادارات الانديه والاجهزه الفنيه ما تروحش مع الجماهير اللي على السوشيال ميديا اللي بتقول
اللي بتقول ان اللعيب ده كويس او مش كويس، انت مالك؟ ما اقصدش انت مالك يعني ما تقولش رايك، انت مالك تتدخل في القرار بتاع الجهاز الفني ليه؟ تتدخل في قرار الاداره ليه؟ وده ليه؟ عشان عندنا دليل امبارح، محمد هاني. محمد هاني بيلعب قدام اتنين سرعتهم قياسيه، ديفيز وكومان، وعمل مباراه كبيره ورائعه وعظيمه. محمد هاني اللي كان بيتهاجم، مش بيتهاجم، بيتاكل بعد مباراه الدحيل، بيتاكل جماهيريا، بيتاكل. واللي قال لك لاعب بيكهام، واللي قال لك لا لاعب اكرم توفيق، ومحمد هاني ما يقدرش يستحمل اللعيبه ديت، عمل مباراه كبيره. اهدوا على اللاعبين، اهدوا على اللاعبين على السوشيال ميديا، بلاش تفضل تنزل في اللاعب وتحبطه، وبلاش تفضل تعلي في لاعبين ممكن ما يستحقوش ده بشكل مبالغ فيه. خليك انسان منطقي وخلي تحليلاتك منطقيه. بالمناسبه محمد هاني لما كان موجود مع احمد فتحي كان في ناس كتيره بتقول لا محمد هاني يلعب اساسا احمد فتحي، احمد فتحي ما بيعملش عرضيات كويسه. طبعا الكلام ده بالنسبه لي كان فارغ، بس انا بقول لك يعني الكلام اللي كان بيتقال. محمد هاني اصل احمد فتحي ما بيعرفش يعمل عرضيات، اصل احمد فتحي مش سريع، اصل احمد فتحي كبر، لا محمد هاني هو اللي لازم يلعب اساسي. لما بقى محمد هاني لوحده كظهير ايمن في النادي الاهلي، لوحده كظهير ايمن في النادي الاهلي، بدات بعض الجماهير تهاجمه. ده بالعكس، ده انت لما يبقى عندك لعيب لوحده انت بتدعمه اكتر عشان ما عندكش غيره، مع كامل الاحترام طبعا للناس اللي بتحاول تادي الدور زي بيكهام او اكرم توفيق او غيره، بس هو في النهايه الظهير الايمن في النادي الاهلي هو محمد هاني. تدعم محمد هاني. محمد هاني امبارح كان في منتهى الرجوله، من الاسماء اللي برضه كانت بتهاجم كتير وبتنتقد كتير جدا وعليها هجوم كتير جدا حسين الشحات، راجل جدا امبارح في هذه المباراه. ياسر ابراهيم امبارح مباراه كبيره جدا لما نزل بعد اصابه علي معلول. كمان طاهر محمد طاهر كان عنده شخصيه محترمه جدا. في ناس تقول لك كنت لعبت بواليا، لا كنت لعبت شريف، ليه كهربا؟ طب ما كنت لعبت مهاجم اساسي، طب ما كان ممكن مش عارف مروان يعمل محطة، أي حاجة أي حاجة. أو عشان أبقى أمين، أي لاعب في هذه المباراة ما يقدرش يقدم أكتر من اللي عملوه في أرض الملعب، ما يقدرش. تتكلم مع فرقة كل حاجة عندهم سهلة، بمعنى إيه؟ دلوقتي هكلمكم في شوية أمور، ومعايا عمر عبد الله النهاردة هيكلمكم كمان في أمور فنية تفصيليا كمان في هذا الأمر، بس هقول لكم شوية حاجات بسيطة. شوف كده المجموعة اللي كانت بتروح على اليمين، هتلاقيهم كلهم بيروحوا على اليمين مع بعض. شوف لما يعوزوا يغيروا اللعب من اليمين للشمال بيغيروه ازاي بسهوله شديده. شوف لما بيتحكموا في رتم وسرعه اللعب، يعني عايز اسرع اللعب اسرعه، عايز انا كلاعيبه كنت بتكلم على البايرن يعني كلاعيبه اريح شويه بيريحوا، عايز ازود النسق الهجومي ازود، عايز ازود مجموعه من اللاعبين جوه الصندوق بعمل، عايز ارجع شويه لعيبه ورا تريح واعمل ضغط من بدري ماشي. في 80,000 حاجه فنيا امبارح لما بتشوفها تبقى فاتح بقك تقول يا جماعه لا احنا ما عندناش ده، احنا ما نعرفش نعمل كده. بصراحه شديده ليس تقليلا من النادي الاهلي بطل افريقيا اللي مشرفنا، اللي عامل تاريخ عظيم جدا بالوصول لبطوله كاس العالم، ليس تقليلا من النادي الاهلي، لا الاهلي ولا غير الاهلي ولا اي فريق في افريقيا وغالبا ولا اي فريق في اوروبا لو لعب البايرن في الوقت الحالي يقدر يعمل معاه حاجه. ده الواقع، ما فيهوش بقى اصل انت سيبكم الهزار بتاع الاهلاويه والزملكاويه على السوشيال ميديا وبتاع. بمناسبه الهزار ده بحب انا ايه اخش لكم في الكلام اللي انتوا ايه بتتكلموا فيه طول الوقت، يعني ايه ما استخباش منه. الهزار ده في رايي طبيعي ومنطقي، بمعنى انه لو الزمالك بيلعب في كاس العالم للانديه واتغلب جماهير الاهلي هتقعد تهزر على الزمالك، لو الزمالك شايف الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه الزمالك هيهزر او جماهير الزمالك هتهزر على الاهلي. هي دي الكوره، هي دي الكوره. انا النهارده الناس بتقول لي شايفه كريم جماهير الزمالك بتعمل ايه في الاهلي، طب ما عادي يا جماعه والعكس كان هيحصل وبيحصل. وزمالك لما يتغلب من غزل المحله هنا ما هو جماهير الاهلي بتقعد تهزر وتضحك. دي الكوره بشكل عام، ده طبيعي، ده مفهوم، ده حاجه مش غريبه. بس يبقى الامور طبعا في حدود اللياقه، في حدود الاحترام والادب، ما يبقاش عندنا مبالغات في الهجوم والشتيمه وبصراحه يعني في دي تحديدا، بس ما بحبش ابقى مثالي. وفرحت لما شفت بعض الجماهير في الزمالك بتقول لي انه احنا كنا بنشجع الاهلي امبارح، كنا بنتفرج على النادي الاهلي امبارح وفرحانين بيه وفرحانين انه الاهلي بيلعب بايرن ميونخ. مش في ناس طبعا منتقده الاداء اللي قدمه النادي الاهلي، ولكن فرحانين الاهلي بيلعب بايرن ميونخ. ده التصور او الحاجه المنطقيه الطبيعيه ولو على سبيل الاستثناء. انا متفاهم جدا ان الجمهور مش المفروض يشجع فريق تاني، يعني انا بشجع اهلي او بشجع زمالك مش المفروض اشجع الفريق التاني، على فكره ده بيحصل برده في اي حته في الدنيا مش حاجه غريبه. بس في بعض الاستثناءات، انت بتلعب بايرن ميونخ اول مباراه رسميه بين فريق مصري وفريق اوروبي،
حاجات استثنائية، حاجات استثنائية براحتك انت كمشجع، براحتك دي مشاعرك بس انت تتحكم فيها، لا انت غلطان هنا ولا انت غلطان هنا، ما دام ما بتسقش لحد لازم تفكر في كده. وبالمناسبة امبارح كان حصلت حكاية كده شفتها على السوشيال ميديا، مشيت شويتين ثلاثة، صورة لمانويل نوير في وسط ملعب النادي الأهلي وقت هجمة لبايرن ميونخ على النادي الأهلي، وضحك وهزار والحق ده البايرن كان مهاجم الأهلي بكل اللاعبين لدرجة ان مانويل نوير كمان طلع من مرمى ووصل لوسط ملعب النادي الأهلي. هو بالمناسبة بايرن كان ضاغط الأهلي طبعا، وطبيعي جدا البايرن بيضغط اي فريق في العالم، وطبيعي جدا البايرن ياخد الاستحواذ من اي فريق في العالم، وطبيعي ان البايرن طول المباراه يلعب في منطقه جزاء اي فريق في العالم، كل ده طبيعي. بس هو الغريب انك تبقى مش عارف ان ده العادي بتاع مانويل نوير، يعني مانويل نوير العادي بتاعه انه بيبقى في وسط الملعب، وسط ملعب الخصم. احنا معانا صور مش عارف جاهزه ولا لا، لو اهي معاك اهي، دي صور لمانويل نوير من ماتشات في الدوري الالماني، من ماتشات في دوري ابطال اوروبا، وجروا الصور من ماتشات من دوري ابطال اوروبا وماتشات للمنتخب الالماني. مانويل نوير طول الوقت في وسط الملعب، ده العادي بتاعه. مش ده مانويل نوير ده جديد عليكم؟ اصلا بيب جوارديولا قبل كده مع بايرن ميونخ كان بيفكر يلعب مانويل نوير لاعب وسط. انت متخيل؟ مش يعني مش هو يبقى حارس ويلعب لاعب وسط، لا، يلبسه التيشيرت بتاع البايرن العادي ويلعبه في وسط الملعب. دي في مباراه مع منتخب المانيا قدام اوكرانيا اعتقد في يورو 2016 اعتقد مثلا، فحتى مع منتخب المانيا بيعمل كده. فده مانويل نوير. احنا لما بنيجي نعمل بلغه السوشيال ميديا يعني حفلات وهيصه لازم نبقى منطقيين، لازم نبقى بنفكر بمنطقيه. احنا بنلاعب بايرن بصراحه شديده، لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا بيراميدز ولا مصري ولا اي حد لو كان لاعب في البطوله دي كان هيقدر يعمل حاجه قدام بايرن ميونخ. احنا كنا بنقول كلام تشجيعي للاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني قبل المباراه، لازم اقول له حاول ليه، لا مفيش مستحيل، مفيش حاجه صعبه، كل شيء وارد في الكوره، كل شيء ينفع في الكوره. ده اللي لازم كنا مجبرين نقوله قبل المباراه. حضرتك كمشجع كان لازم برضو تقول كده قبل المباراه، بس من اول ثانيه، من اول دقيقه في المباراه انت عارف الموضوع محسوم، انت عارف ان الموضوع مفهوش مساحه، انت عارف ان الموضوع شبه مستحيل. لا، مستحيل انك تلعب بايرن ميونخ وتفكر انك تكسب بايرن ميونخ في الوقت الحالي، ده مستحيل. بايرن ميونخ مش بس افضل فريق في العالم حاليا، بايرن ميونخ باراء كل المتابعين الفرقه الحاليه البايرن هي واحده من افضل فرق كره القدم على مر التاريخ. فانت مش بتلعب فرقه مجرد فرقه اوروبيه كبيره، لا لا لا، انت بتلعب فرقه متكامله، فرقه رائعه، لاعبين في كل مركز رائعين، تكلم في مدير فني محترم. وبالتالي بلاش مبالغة، الأهلي ما كانش هيقدر يعمل أكتر من كده امبارح. والكلام على موسيماني، لو أنت شايف إن موسيماني امبارح كان ضعيف وما كانش مدرب جيد عشان اتغلب من بايرن ميونخ أفضل فريق في العالم 2-0، يبقى معظم أو غالبية المدربين الرائعين على مستوى العالم المفروض يقعدوا في البيت، عشان المدربين الكبار في العالم اتغلبوا من بايرن 2 و3 و4 و8. خلي كلامكم هادي وعاقل ومنطقي.